9 قروش هو إجمالي الانخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وده من ساعة ما مسك حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي. مع سرعة وتيرة انخفاض الجنيه وإعلان مصر عن الوصول للمراحل النهائية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، دلوقتي في سؤال واحد بيسيطر على الشارع المصري والكل كمان عاوز يعرف إجابته: هل إحنا داخلين على تعويم جديد للجنيه المصري وهل قيمته هتنخفض بشكل كبير؟ تعالوا نعرف الإجابة، ولأول مرة على لسان مسؤول حكومي اتكلم عن التعويم. خلال الفترة اللي فاتت خرجت تقارير لمؤسسات اقتصادية وتوقعات لكتير من الخبراء تتكلم عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، خصوصا أن البعض شايفها خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي أول تصريح من مسؤول حكومي عن توقعات سعر الصرف خلال عهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الحكومة مدركة لأهمية سياسة سعر الصرف المرن. أكدت كمان أن الحكومة في الفترة الحالية بتفضل سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد وأنها السياسة الأفضل للاقتصاد المصري. كلام الوزيرة كان ضمن حوارها مع برنامج بلومبرج داي الشرق الأوسط، ولما تسألت عن احتمال حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه مقابل الدولار بناء على توصيات صندوق النقد، ردت الوزيرة وقالت إن الحكومة منفتحة على إدارة أكثر مرونة للعملة. كمان هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي ليه تصريح سابق لوكالة رويترز بيتوقع فيه تحركات حسن عبد الله الفترة اللي جاية، وقال إنه مش هيخفض الجنيه بشكل مفاجئ لكن هيفضل التخفيض التدريجي بس بوتيرة أسرع. كمان توقع إن حسن عبد الله هيكون عنده مرونة أكبر للقيام بتعويم مدار ومناسب كمان في لحظة التوقيع مع صندوق النقد الدولي على القرض الجديد. حسب التقارير الصحفية يبدو إن تعامل الحكومة والمركزي مع الجنيه هيختلف بعد رحيل طارق عامر عن منصب محافظ البنك المركزي، واللي كان من أنصار دعم واستقرار سعر الجنيه بعد حركة التعويم في 2016 زي ما البعض شايف. هنا في سؤال مهم: ازاي تخفيض قيمة الجنيه هيكون مفيد للاقتصاد المصري؟ في الحالة دي عندنا نقطتين مهمين: الأولى جذب الاستثمار الأجنبي، لأن ببساطة لما عملتك بتبقى أرخص معناها إن تكاليف الإنتاج عندك برضو هتبقى أرخص من تكلفة الإنتاج في دولة المستثمر الأجنبي، علشان كده هيفضل إن هو يفتح مصانع عندك زي ما بنشوف الشركات العالمية الأمريكية الموجودة في الصين وفيتنام. أما النقطة التانية فهي الصادرات، لأن سعر منتجك هيبقى أرخص ويقدر ينافس كمان في الأسواق العالمية وبالتالي يبيع أكتر ويدخل لك عملة صعبة. بس هنا لازم نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا: في المقابل تكلفة الواردات بتاعتك بتزيد، لأن اللي انت كنت بتشتريه بجنيه بكرة هيبقى محتاج تشتريه 3 جنيه مثلا. علشان كده لما أي دولة تقرر انها تخفض قيمة عملتها لازم تاخد إجراءات تضمن دخول الاستثمار الأجنبي للبلد وكمان زيادة صادراتها علشان تقدر تعوض فرق الواردات لصالحها. عموما الأيام اللي جاية هتكشف لنا تحركات الحكومة، وانتم كمان شاركونا بتوقعاتكم لسعر الدولار الفترة اللي جاية، يا ترى هيوصل لكام؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم.